أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأحبة أينما كنتم متابعينا متابعي قناة عدن الفضائية، وفي هذا اللقاء الخاص الذي يجمعنا بالدكتورة ابتهال با مخرمة، وهي أيضا اختصاصية في مجال الأمومة والطفولة. في هذا اللقاء الخاص أهلا بك دكتورة. دكتورة، لكل امرأة قصة نجاح، وهناك الكثير من النساء الرائدات اليوم وأنت واحدة منهن. لو تحدثينا دكتورة ابتهال با مخرمة، من هي الدكتورة ابتهال با مخرمة؟ الطفولة، النشأة، التعليم، أيضا لو تحدثنا إلى ما وصلت إليه اليوم، كيف صنعت اليوم هذا الحلم أنك صرت اليوم دكتورة؟ هل كنت تفكرين بهذا من قبل؟ هل هناك واجهت التشجيع من قبل الأهل والأسرة؟ لو تحدثنا بالتفصيل بحكم أنك اليوم ضيفتنا المميزة. ابتداء أحييكم وأشكركم على هذا اللقاء. طبعا أنا مولودة في جيبوتي من أسرة علم. أبي كان شيخ كبير في جيبوتي، وهو قاضي ومعلم. يعني أبي وجدي يعني اغتربوا في جيبوتي في سبيل تعليم الآخرين وليس للتجارة وغير ذلك. فهم أول من فتحوا مدرسة عربية إسلامية في ذلك البلد الصغير في ذلك الوقت في السبعينات في جيبوتي. في جيبوتي كانت أول مدرسة إسلامية عربية. هم ومجموعة من الأفاضل أيضا من حضرموت كلهم، بيت العيدروس وغيرهم، وولدنا في ذلك البيت. فأبي كان شيخ وعالم، وجدي كذلك، وكلهم يعني أجدادي معروفين بهذا. كان يسمى جدي أكبر بشافعي الصغير في حضرموت في عدن، ربما سمعتم عنهم. فأبي كان يشجع التعليم للفتيات كالشباب. الدراسة الأولى لك كانت في جيبوتي؟ أكملت الثانوية في جيبوتي، ثم أكملت درست كلية الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا في عدن، في صنعاء. في صنعاء، نعم. تخرجت من الطب العام في 2004، وبعد ذلك عملت كطبيب عام حدود 4 سنوات، ثم استكملت مشوار الدراسة أيضا في صنعاء بحكم أنني تزوجت في صنعاء، واستقرينا يعني في صنعاء. أكملنا الماجستير في 2014، ثم بعد في 2016 انتقلت إلى مصر. أخذت شيء من المهارات الهامة جدا، ورجعنا إلى اليمن الحبيب في جولاي 2017 عفوا جولاي 2017 نعم. وشاءت الأقدار أن تم العمل في مأرب بعدها مباشرة، بحكم أن زوجي هو مهندس في صافر، فانتقلنا إلى مأرب من هذا السبب. دكتورة، جميل أنك تحدثين عن النشأة والطفولة، لكن أيضا لو تحدثين عن لماذا وبالتحديد اخترت هذا التخصص. أولا هو ميول لهذا التخصص بحكم أنني امرأة حابة أخدم المرأة، بحكم أنني أحب أمي، نعم، حابة أخدم هذه الأم. وكذلك شجعني على هذا التخصص هو والدي رحمه الله، فهو كان رأيه أكون طبيبة للمرأة، ما كانش رأيه لغير ذلك. يعني من أول ما سجلني في كلية الطب وهذا رأيه في الأمر. يعني الميول جاء بالإضافة إلى توجهات الأسرة لهذا التخصص. جميل. بس دكتورة تحدثنا اليوم، أنت كيف تفرقين بين العمل وواجبات البيت، بين واجبات العمل وواجبات البيت؟ طبعا في تعاون بيني وبين زوجي في هذا الأمر. بالتأكيد مرأة عاملة دكتورة وهي بحاجة في أوقات يعني تناوب في المستشفى وكذا، فلا بد من وجود تعاون مشترك بين الزوجين، وهذا الحمد لله ما لمسته في زوجي.
يعني مجتهدين ان احنا نغطي الكل يعني وربنا يسهل يعني. ممتاز. دكتورة نحن أنتم اليوم تحتفلون باليوم العالمي للمرأة، محافظة مأرب خلال الثلاث الأيام الماضية احتفلنا باليوم العالمي للمرأة، هذا اليوم العظيم والذي يقال إن المرأة اليوم حققت الكثير من الإنجازات، كيف تعلق لنا الدكتورة إبتهال بامخرمة عن ما وصلت إليه المرأة اليوم وخصوصا في اليوم العالمي للمرأة؟ اليوم العالمي للمرأة يوم مهم ويوجه الأنظار للمرأة الكادحة، للمرأة الأم، للمرأة الطالبة، للمرأة في كل مجالات ومناحي الحياة. وحضرنا الاحتفال في مأرب فتفاجأنا بوجود فعلا نساء وفتيات مؤهلات وكوادر يستحق التقدير، فالمرأة واصلة إلى مستويات رائعة جدا وهي شريك أساسي في التنمية من كل النواحي الاجتماعية والعلمية وفي كل المجالات. فهي في مأرب وصلت إلى مرحلة القضاء، يعني تنتصب مناصب في القضاء. فاليوم العالمي للمرأة يوم يبرز المرأة ويبرز الكوادر ويعني يوجه الضوء، يسلط الضوء على النساء اللي ربما مغمورات وكذا، يبرزوهن في هذا اليوم ويتم تكريمهن والنظر إلى دكتورة. اليوم المرأة صارت هي المربية وهي الأم وهي الأخت وهي المهندسة وهي المعلمة وهي الطبيبة والمحامية، برأيك هل وصلت المرأة اليوم إلى ما تصبو إليه؟ اليوم المرأة صارت المرأة اليوم غير المرأة بالأمس، كيف تعلقين لنا؟ وأيضا ما هي المعوقات اليوم التي تواجه المرأة؟ المعوقات كثيرة، رغم المعوقات في هناك تقدم وتطوير لهذه المرأة. المعوقات أساسا حاليا في وضعنا في اليمن بسبب الحروب، بسبب المشاكل تعاني بصفتها الأم والتي تدير أمور البيت حكم الظروف، عدم الاستقرار وظروف الحرب وشحة ربما الدخل مع هذه الأوضاع، بالإضافة إلى وجود النازحين، فهي نازحة وكادحة وتعاني في الوضع الراهن. ولا أقول أنها وصلت لكل ما تصبو إليه، ولكن في طريق المضي تجاه ما تصبو إليه. دكتورة، أين نجد اليوم دور الأسرة ودور المجتمع ودور القبائل ودور أولياء الأمور أرباب الأسر في تشجيع المرأة اليوم؟ هناك المثل المعروف، وراء كل رجل عظيم امرأة، والعكس صحيح، وراء كل امرأة عظيمة رجل. نعم. وكذلك وراء كل امرأة عظيمة امرأة. فدور الأسرة، الأم تدفع ابنتها في طريق التعلم، في طريق اتخاذ موقفها في بيتها، في جامعتها، في مدرستها، تكون قيادية، تكون ذات رأي، ذات قرار. وكذلك الزوج هو من يدفع زوجته إلى الأمام في التقدم، في تطوير ذاتها، أو العكس صحيح يعني. فلا بد من كل فرد في الأسرة أن يتخذ مقامه في تقديم الدعم للمرأة لتحسين وضعها وتحقيق ذاتها والتطوير من نفسها، وليس الاكتفاء بقدر معين من المهارات والعلاقات وكذا. دكتورة، هل نلاحظ أن هناك تشجيع للمرأة خصوصا من جانب الزوج إذا كانت متزوجة، أو من جانب مثلا الأسرة، من الآباء، الأمهات، الإخوة والأخوات، أيضا كل المحيطين بالمرأة؟ هل برأيك
هناك تشجيع للمرأة، أما هناك بعض الأسر ربما لا تعمل على تشجيع المرأة، بما تصاب المرأة بحالة من الإحباط وتتجنب التعليم، خصوصا ونحن الآن في عصر التكنولوجيا الحديثة. عندما ننظر للماضي نقيم أن الوضع في تحسن، ولكن عندما ننظر للغير، للخارج، لدول أخرى، نرى أننا لابد من تطوير أنفسنا أكثر ودعم المرأة أكثر. فنقول أننا نمسك العصا من الوسط ونريد أن نصل إلى القمة، فلابد أن يتخذ دوره الزوج، الأم، الأب، الأخ، يتخذوا دورهم في تطوير هذه الأنثى أو هذه المرأة لتكون فاعلة في مجتمعها، فاعلة حتى في أسرتها. المرأة المتعلمة الفاهمة، حتى لو كانت ربت بيت، غير المرأة الجاهلة الغير يعني مثقفة. نعم دكتورة، مثلا هل هناك تنسيق بين الزوج والزوجة، خصوصا إذا كان كليهما يعملان في مرافق مختلفة، أحيانا هناك يكون قصور من جانب الزوجة المتعلمة، يعني كيف تعلقين على هذا بالذات؟ هنا نذهب إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا. فالواجبات أكثر من الأوقات. فالمرأة الفاهمة لابد أن تسدد وتقارب ما بين زوجها وأولادها وعملها وبيتها وجيرانها وأهلها، فهي في كل مكان. فهنا تبقى الحكمة هي من تدير هذه المسألة. دكتورة، اليوم كيف وجدت النساء في محافظة مأرب؟ هل هناك تقدم لا سيما أن محافظة مأرب كانت المرأة ولا زالت المرأة على ما أظن فيها مهمشة، يعني من مختلف الجوانب، اليوم كيف وجدت المرأة المأربية بحكم تواجدك وعملك هنا في محافظة مأرب؟ المرأة المأربية طبعا تاريخها لا يخفى، مشهود طبعا. نعم. منذ عهد الملكة بلقيس. نعم. ولكن ربما مع الأوضاع، مع السياسات السابقة، كان هناك تهميش. يعني هذا حينما أقارنها بالمرأة في عدن أو في صنعاء أو في غيرها من المدن، ولكن لا بأس في وضعهن. طبعا تفاجأت بأنهم واصلين إلى مراتب، وإلى وهناك يعني شخصيات رائدة من مأرب، وهذا شيء أبرزهم اليوم العالمي للمرأة في حضورنا الاحتفال ورؤيتنا للشخصيات الموجودة. فهناك يعني شخصيات رائدة جيدة، ولكن لابد من الاهتمام أكثر، لأني أرى أن هناك نوعا من القصور في تأهيل وتنمية المرأة في مأرب بالمقارنة بمثيلاتها في عدن وفي صنعاء وفي تعز وغيرهن من المحافظات. إذن مشاهدينا، دعيني أسدينك يا دكتورة ونذهب إلى هذه اللقاءات التي استطلعناها حول آراء وانطباعات المرأة. إذن مشاهدينا الأعزاء، نذهب إلى هذا اللقاء ولهذه اللقاءات والاستطلاعات التي أجريناها حول أحلامي وطموحاتي وأمنياتي المرأة لمن هي اليوم، وهي أيضا تحتفل باليوم العالمي للمرأة. نذهب إلى هذه اللقاءات مشاهدينا الأعزاء، ومن ثم نعود للقاء بكم ومع الدكتورة ابتهال با مخرمة، فكونوا معنا. في فجر التاريخ الإنساني، وحينما وصلت الحضارة اليمنية إلى قمة المجد، كانت المرأة السبائية ملكة تتربع على العرش، فالأمر لها وهي صاحبة القرار. اليوم ورغم مأساة الحرب التي حاول مشعلها قتل الأمل واغتيال الحياة، انطلقت المرأة المأربية تشق طريقها نحو المجد وتتوغل في دروب العلم والتعليم. فلم تستسلم المرأة المأربية للظروف الاجتماعية التي فرضت عليها طوال العقود السابقة، ولا للظروف القاسية التي انتهجتها الحرب، بل صارت أكثر قوة
وبدأت رحلة الحياة وإعادة الوعي الغائب منذ المجد السبئي. بلقيس أحمد دحوان من جبل مراد محافظة مأرب. الحمد لله رب العالمين، أكملت تعليمي وكانت أسرتي مشجعة في ذلك، مع أنه كان قبل فترة طويلة كان العدد محدود. أيام ما دخلنا الجامعات والمدارس كان عدد محدود للبنات اللي يعني يتعلموا، لكن الحمد لله كان والدي رحمه الله من المشجعين لتعليم الفتاة وتعليم المرأة. ففي القاعات الدراسية بجامعة إقليم سبا تكون المرأة المأربية أكثر حضوراً وأكثر منافسة وتفوقاً، وهو ما يعني بأنه خلال السنوات القادمة ستكون مئات الخريجات مؤهلات للعمل في مؤسسات الدولة. بعد ما درست أنا في المعهد الصحي انتقلت أنا إلى نزلت وظيفتي مباشرة بعد تخرجي الحمد لله عن طريق مكتب الصحة. عملت أنا أن أكون منتدبة إلى في هيئة مستشفى مأرب. عملت في مجال الرعاية الصحية لما يقارب تقريب سنتين. كما أنه وفي ظل موجات النزوح الكبيرة إلى مدينة مأرب وما ترتب عليه من معاناة قاسية للنازحين، كانت المرأة المأربية في الصدارة في تقديم مبادرة إنسانية لتخفيف معاناة النازحين. بدأت أنا وزملائي في الجامعة إقليم سبا بعمل مبادرة تطوعية، فقمنا بجمع تبرعات وقمنا بالنظر إلى حالات النازحين المشردين وعشنا معاناتهم، وقمنا بتوزيع ما حصلنا عليه من تبرعات لهم. وفي ظل هذا الطموح وهذه الهمة للمرأة المأربية، فإن مأرب بيئة مناسبة لتقوم منظمة حماية للتوجه المدني بدورها المتمثل بالدافع قدما بقضايا العدالة الاجتماعية للمرأة وبناء قدراتها القيادية. وقد اتخذت المنظمة جملة من التدابير لتنمية وتعزيز المهارات القيادية للمرأة. عملت منظمة حماية منذ تأسيسها في مطلع أو في أواخر العام 2015، وعملت في العامين الماضيين 2016-2017 على اتخاذ جملة من التدابير والسياسات التي تعمل على تنمية وتعزيز مهارات المرأة، المهارات القيادية، من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات التي تصدرت فيها المرأة العمل الحقوقي والاجتماعي والسياسي، سعيا من المنظمة إلى أن تصبح المرأة رقما صعبا ورقما معادلا موضوعيا في المجتمع وفي الواقع، تفرض نفسها في مستقبلا في الوسط السياسي وفي الوسط الإداري وفي الأوساط الاجتماعية وفي الحياة بشكل عام. تسعى منظمة حماية إلى أن تصبح المرأة رقما في الحياة العامة والمجال العام لتستطيع فرض نفسها مستقبلا في دوائر صنع القرار السياسي والإداري والاجتماعي. دكتورة، أيام قلائل فقط وتفصلنا عن عيد الأم 21 من مارس، عيد ست الحبايب. اليوم كيف تعلق لنا الدكتورة تالبا مخرمة عن عيد الأم؟ عيد الأم يوم عظيم نعبر به عن حبنا وودنا لأمهاتنا. وطبعا عيد الأم هو طوال السنة طبعا بالنسبة لنا يعني، والأم كل يوم لها عيد يعني. فهديتي لأمي أنني حققت حلمها. نعم، فهي رحمها الله حققت حلمها، فكانت دائما كلمتها الدكتورة ابتهال دكتورة أدي الدنيا. فأطمح أني أحقق كل ما كانت تدفعني إليه، وأبا يرحمها وأتمنى لكل الأمهات السعادة والهناء وكل خير. طبعاً. إذن دكتورة نعود إلى الموضوع المتخصص أو الذي أنت تخصصت فيه في مجال الأمومة والطفولة، وتحدثينا
عن هذه المؤسسة اليوم انت صرتي دكتورة ناجحة هنا في محافظة مأرب. اليوم ايضا تم افتتاح هذا المستوصف الخاص بالأمومة والطفولة، لو تحدثينا ولو حتى بإيجاز. نعم، بفضل الله تم افتتاح مركزنا للأم لرعاية الأم والطفل، وكان تركيزنا على الأم والطفل لأنها الأم هي يكاد تكون كل المجتمع، فهي النصف وهي من تنجب النصف الآخر، فلابد من توفير الرعاية الخاصة لهذه الأم سواء كانت أم حامل أو غير ذلك. فنحن في مركزنا وفرنا خدمة لها من حيث رعاية الحوامل، رعاية وتنظيم الأسرة، وعلاج أمراض النساء وجراحة النساء، وعلاج العقم في بعض الحالات، وكذلك وفرنا عيادة استشارية للأطفال، فهم الشريحة التي أيضا بحاجة إلى أن تكون تحت المجهر، وكذلك وفرنا عيادة أسنان متخصصة فيها طبيبة نساء، أقصد طبيبة متخصصة دكتورة امرأة، لتوفر خدمة في طب الأسنان للمرأة بدون أي حرج أو بدون أي شيء، وهي عيادة متكاملة، فهي غير ليست بحاجة إلى أن تبحث يمين أو شمال عشان تجد خدمة طب الأسنان. جميل دكتورة، بس تحدثينا كيف جاءت الفكرة، وهل هناك ولقيتي تشجيع خصوصا من قبل الأسرة ومن قبل مثلا السلطة المحلية هنا في محافظة مأرب، هل هناك تعاون بينك وبين بقية المنظمات خصوصا في مجال الأمومة والطفولة؟ هو الدافع الحاجة، يعني من خلال ما رأيت وأنا لي تقريبا حدود 6 أشهر في مأرب، رأيت أن هناك حاجة لهذه الخدمة، فنحن بقدر ما نحن نحاول أن نقدم هذه الخدمة في مجال عملي أو في مكان عملي الحالي، ولكن الخدمة غير التوقيت أو الوقت غير كافي لاستيعاب كل الحالات، ففكرنا أنه يجب أن نوفر مكان آخر يقدم خدمات كذلك نوعية، ربما في بعض المستشفيات الحكومية تنقصها بعض الأشياء، فأردنا أن نوفر خدمة نوعية فيها كل المستلزمات اللازمة. بالنسبة للتشجيع، طبعا بالنسبة للسلطة المحلية هي مشجعة جدا من حيث الدعم المعنوي، فهم شجعونا معنويا ان احنا نقدم في مثل هذه الخطوات، والحمد لله تم انجازها. وبالنسبة للمنظمات نصبوا الى دعمهم وتدخلهم معنا بحكم أننا نقدم خدمة لشريحة تهم هذه المنظمات التي تدعم هذه الخدمات التي نقدمها. دكتورة، هل لديكم مثلا خطط مستقبلية قادمة خصوصا في مجال الأمومة والطفولة؟ نعم، خططنا المستقبلية أننا نوسع أكثر. اليوم افتتحنا مركز، أطمح أننا نفتح مستشفى نموذجي متكامل بكل مرافقه، والتوفيق. جميل أن المرأة اليمنية اليوم هي مشاركة، خصوصا المرأة اليمنية المتعلمة. اليوم محافظة مأرب أيضا تشهد نهضة تنموية واقتصادية وبنية تحتية، إضافة إلى أن هناك كثافة سكانية غير مسبوقة في محافظة مأرب، تقريبا النازحين في محافظة مأرب أكثر من 1.5 مليون. اليوم الدكتورة ابتهال با مخرمة، كيف تقيم لنا الأداء الصحي هنا في محافظة مأرب؟ نحن كما قلت أننا نمسك العصا من وسطها، ولكننا نطمح بالأفضل، نطمح أن نقدم الخدمات أكثر. فأنا لاحظ أن المرأة والطفل هناك في قصور في تقديم الخدمات بحكم أننا في مرحلة حرب. نعم، فصار التوجه لعلاج جرحى وغير ذلك. مدير عام مكتب الصحة والإسكان في مأرب الدكتور عبد العزيز الشدادي
يؤلي جهد لا يؤلي جهدا في تقديم الدعم لصحة المرأة الأم والطفل. نعم. فهم مجتهدين في هذا المجال، وكذلك بدعم من السلطة المحلية الممثلة بالمحافظ سلطان العرادة، نبارك خطواتهم في هذا الاتجاه ونسأل الله أن يوفقهم في فتح وتقديم مراكز أكثر. دكتورة، لو نعود قليلا إلى موضوعنا الأساسي في هذا اللقاء الخاص، وهو حول المرأة اليمنية اليوم وما وصلت إليه، ترى ما هي أحلام وطموحات المرأة اليمنية اليوم، أو بالأحرى ما هي أحلام وطموحات الدكتورة ابتهاء الباء مخرمة؟ طموحات المرأة اليوم في وطننا الحبيب أساسا الأمن والاستقرار. نعم. فالأمن والاستقرار هو الأساس الذي ننطلق منه. هذا حاليا هذا هو الحلم، وما نلهث به دعاء بالدعاء أن تستقر بلدنا وتنتهي هذه الحروب وتبدأ التنمية الحقيقية. وأحلامي الشخصية أيضا الأمن والاستقرار والسعادة لأسرتي ولكل أحبائي والازدهار والأمان في وطني الحبيب، بحكم أنني سافرت أكثر من بلد، كلما خرجت كلما تأسفت وحزنت جدا على موطننا، فأسأل الله أن يصلح حال بلادنا. نعم دكتورة، بحكم أنك فتحتي موضوع الغربة والاغتراب والحنين إلى الوطن، جميل أنه الإنسان يذكر وطنه حتى وإن كان في الخارج. أنت حينما كنت في خارج الوطن، لو تصفي لنا كيف كان شعور دكتورة ابتهال باء مخرمة وهي اليوم تشوف أو تنظر إلى حال اليمن، الحال الأخير إلى ما وصل إليه من قتل ودمار وتنكيل ونزوح وحاجات زي كده. يعني أنت في الخارج اللي حينما كنت تسمعي الأخبار من التلفزيون أو عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة، لو تحدثينا عن الحنين إلى الوطن. وطني الوطن سبحان الله ما في عنه بديل، مهما رأينا زخرف الحياة في المدن الأخرى أو في العواصم الأخرى، حب الوطن يجعلنا لا نرى ذلك الجمال في الأماكن الأخرى إلا بعودة إلى الوطن بدعوة. أتمنى أن تهدأ الأوضاع لتصل اليمن إلى الأمان والسلام بين الأطراف المتنازعة حتى يبدأ التنمية الحقيقية. فنحن في اليمن نمتلك كل جميل ولكن لم نبرزه. فرأيت في مصر، في ماليزيا، في الإمارات، في غيرها، طبيعة بلدنا أجمل منها ما في، لكن ليس هناك إبراز ولا تنمية حقيقية. فأسأل الله أن تنصلح البلاد سياسيا وعسكريا ثم تبدأ التنمية بالفعل. جميل دكتورة، بحكم أننا أيضا نتطرق في هذا الموضوع هو خاصة عن المرأة اليوم. دكتورة، هل أنا الأوان للمرأة اليوم أن تشارك بقوة، خصوصا ونحن الآن في عام 2018، كيف تنظر المرأة اليمنية اليوم إلى المستقبل القادم؟ المرأة اليمنية قوية وصانعة الأمجاد. صانعة الأمجاد. نعم. صامدة صابرة بالظروف هذه التي نعانيها، وهي تكمت ما تجد وفي طريق التقدم والنجاح. نعم. رغم الظروف، فمرأة كهذه إن وجدت السلام ووجدت الإمكانيات لتحقيق ما تصبو إليه، أتوقع أنها ستتجاوز كل ما هم. والمرأة اليمنية مشهود لها بالمجد وبالعزة وبالكرامة وبالتضحية وبالفداء. نعم فعلا، هي فعلا بحاجة أولا إلى الاستقرار ثم
الانطلاق قدما ولن يعوقها شيء. نعم جميل. إذن دكتورة في نهاية هذا اللقاء ما هي الكلمة التي تود أن تقولها دكتورة با مخرمة في هذا اللقاء الخاص على قناة عدن الفضائية؟ أقول أمنياتي لوطننا أولا الحبيب بالسلام والاستقرار، وأمنياتي لكل امرأة أن تثق بنفسها وتثق بإمكانياتها وأنها قادرة على تحقيق ما تصبو إليه رغم الظروف. وأيضا لأهلي خاصة أشجعهم أن لا ييأسوا في طريق الصعاب، فعليهم بالتمسك والصبر والمثابرة والإصرار على ما يصبو إليه. إذن دكتورة تيالبا مخرمة متخصصة في مجال الأمومة والطفولة، شكرا جزيلا لك على هذه الدقائق الشيقة وهذا الحوار الجميل واللقاء الخاص على قناة عدن الفضائية. شكرا لكم. إذن مشاهدينا الأعزاء هكذا كنا قد أجرينا هذا اللقاء الخاص حول المرأة اليمنية لا سيما وهي أيضا تحتفل بالعيد العالمي وباليوم العالمي للمرأة، وكذلك أيضا تحتفل المرأة اليمنية اليوم بالعيد الأم في 21 من مارس. المشاهدين الأعزاء في كل مكان في نهاية هذا اللقاء نحط رحلنا هنا على أمل اللقاء بكم بمشيئة المولى عز وجل في لقاءة خاصة. لتحياتي أنا محدثكم حسني محمد النجدي وتحياتي مصور ومخرج هذا اللقاء الخاص ناصر خولاني. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله.